بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. موضوع حلقتنا النهاردة نتناول الحديث فيه عن دولة أيسلندا. أيسلندا هي جمهورية أيسلندا، دولة جزرية أوروبية في شمال المحيط الأطلسي على الحافة وسط الأطلسي. عاصمتها ريكيافيك، وهي أكثر مدن البلاد حيث أنها والمناطق الجنوبية الغربية موطن لأكثر من ثلثي سكان أيسلندا. أيسلندا بلد نشط بركانيا وجيولوجيا، يتألف بر البلاد من هضبة تتميز بحقول الرمال والجبال والأنهار الجليدية، بينما تصب العديد من الأنهار الجليدية في البحار عبر الأراضي المنخفضة. يقوم تيار الخليج بتلطيف مناخ أيسلندا بحيث يجعله معتدلا ومناسبا للحياة، برغم موقعها على حدود الدائرة القطبية الشمالية. المساحة، مساحة أيسلندا تبلغ 103.1 كيلومتر مربع. العاصمة ريكيافيك. العملة الأيسلندية هي الكورونا الأيسلندية. اللغة الرسمية في أيسلندا هي اللغة الأيسلندية. عدد السكان يبلغ 357,050 نسمة. تناولنا الحديث في حلقة النهاردة عن دولة أيسلندا الأوروبية. في نهاية حلقتنا ما تنسوش دوسوا لايك عشان يصل الفيديو لعدد كبير من المشاهدين، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.